أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من حلقات برنامج نحو الهدف. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة حابة أرحب بزميلتي اللي مشرفاني النهاردة في الاستوديو وبتقدم معايا الحلقة، أستاذة دينا حمدي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا ندى، منورة الدنيا كلها. أنت اللي منورة والله. طبعا برنامج نحو الهدف برنامجنا هنخاطب فيه الشباب والبنات وهنشوف مشاكلهم وهنفكر سوا في الحل، فطبعا هنكون فاهمين بعض وحاسين ببعض، وده نظرا لتقارب الاعمار بيننا. وهيكون لنا بيجي على الفيسبوك هنشوف عليها ارائكم واسئلتكم ومقترحاتكم، تابعونا على الفيسبوك. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا جدا وبيهم ناس كتير قوي وبيعتبروه سبب اساسي في اي مشكله بتقابلهم. هنتكلم النهارده عن موضوع الحسد. ده الترند، ده طبعا بالضبط. كل الناس لاحظت الترند الفترة اللي فاتت، كانوا كل الناس بيتكلموا على مصطفى الحفني وعلى أصدقائه وعلى وغيره حالات وغيره كتيرة وغيره جدا جدا تضررت من الحسد. وكمان من ضمن المعتقدات الخاطئة اللي بنعيش فيها ومؤثرة في حياتنا ومخلينا بنخاف على حاجات كتيرة قوي بنعملها. عشان كده مثلا لما بنجيب حاجة جديدة او لما بنعوز نشتري حاجة او كده بنخاف نقول احنا اشترينا حاجة، احنا لا احنا لا هيتحسد هنتحسد، لا احنا مش هنقول، لا احنا هنخبي. لما كانوا بيقولوا قصدك يا برضو ندى ان بعض الناس جالهم فوبيا من الحسد، جالهم فوبيا بس اتوهموا بيها. الفوبيا دي مش صح خالص. يعني بالظبط انا من وجهة نظري الفوبيا دي حاجة مش حلوة. الحسد موجود وكل حاجة، لان ربنا عز وجل صدق الله العظيم، ربنا صادق في كل كلامه عز بالظبط وجل، ذكر سورة الفلق وسورة الناس ان فعلا دي طاقات غير مرئية موجودة بالفعل. لكن بالظبط يعني مش عايزين نخوف الناس يا جماعة، فعلا بنخاف فعلا نقول الحسد اخبارنا. نقدر نحصن نفسنا منه، نقدر نحمي نفسنا، نقدر نشتغل بجد واجتهاد ان احنا الطاقات دي ما تقدرش تضرنا الا باذن من ربنا. الموضوع ده لما بنسمعه من كذا حد بنقول لا 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 احنا مؤمنين بيه، بس لما بيحصل لنا فعلا بنقول لا داري على شمعتك تقيد. مظبوط. وبرده لما بييجوا يقولوا لا ابني تعبان، لا ده محسود، انا وجوزي بنتخانق ليل ونهار ومطلعين، لا ده محسود، ده بنتي ما بيجيلهاش عرسان، وبنتي وبنتي لا ده معمول لها عمل. ده بسبب مواقف الفوبيا. كتير، بالظبط مواقف كتير بنتعرض لها في حياتنا وبنعاني منها، حياتنا بتقلباتها بنجاحها بفشلها، من وجهة نظرنا عبارة عن سلسلة من الأعمال والسحر والحسد. هو فعلا الممكن الحسد فعلا يحول حياة إنسان من سعادة ونجاح لفشل ومعاناة أو العكس. هو بصي يا ندى، احنا مش عايزين المشاهدين يعني يتضرروا جدا ويخافوا ويجي لهم الفوبيا، لان الفوبيا دي حاجه مش حلوه. بالضبط اكيد الحسد موجود، بس ربنا عز وجل حمانا منه بان احنا نذكره، بان احنا يبقى عندنا حسن المسلم، احنا اذكار الصباح مؤمنين. والمساء، نقرا بالضبط اخر سوره البقره، نقرا ايه الكرسي، نقرا المعوذتين قل اعوذ برب الفلق والناس، لان دي دايما دايما بتحمينا من الشرور الخارجيه. سورة الفلق وكل اعوذ برب الناس من الشرور الداخلية اللي هي شر النفس نفسها، لما الحسد النفس طبعا. الأمارة بالسوء والشيطان بالظبط وسوس الحسد طبعا الشياطين. مذكور في القرآن، لكن مشكلتنا دلوقتي اننا عندنا وسواس، اي حاجة بتحصل لنا ده حسد، اي حاجة لا ده معمول لنا عمل، اي حاجة بتحصل لنا بنقول عليها ليه ما نقولش عليها قضاء وقدر، مش ربنا كاتب لنا الحاجات دي ليه ما نقولش عليها بقى قضاء وقدر، مظبوط. ليه ليه ربنا كاتب، هو يعني قل لن ربنا كاتب يصيبنا اي إلا حاجة ما كتبه بتحصل الله لنا لنا. بحلوها ومرها. ما ينفعش نعلق الوحش على شماعة السحر والحسد، يعني كل اي حاجه وحشه بنعلقها على شماعه السحر والحسد، كل اي حاجه بتحصل لا ده سحر ده حسد. كمان في اسئله على البيت جايه لنا، واحده بتقول انا اشتغلت كتير قوي وبشتغل وانا في جامعه، وكذا حد قال لي انت بتوفقي ازاي بين الجامعه والشغل والمذاكره، وكل يوم كانت بتعدي عليا بتقول لي انت ازاي بتذاكري وبتجيبي تقديرات في الجامعه وبتشتغلي في نفس الوقت، من بعدها مش عارفه اعمل اي حاجه واتحطمت جدا، هل ده حسد ولا تحطيم؟ احنا مش كل حاجة برضو يا ندى هنرجع نقول مش كل حاجة هنربطها بالحسد، لا، بصي هو لو انك مذاكرين فكره كويس. انك تلاقي حد بيحبط فيكي ده بتلاقيه في كل مكان، واقرب مظبوط. الناس ليكي هي ده اللي بتحبط تحدي، فيكي. بالظبط القوة ان انت تعتبري ده تحدي يا ندى ففي ناس بتاخد الموضوع ده دافع ليها، جدا. وفي ناس بتوقعها. يعني هي لما يحصل لها تاخد الداون او الموضوع الدبريز بالظبط، هي لما تاخد غلط. الموضوع ده فعليها وتعرفه تحط هدفها قدام عينيها وتبين للناس كلها ان هي كانت صح، في مظبوط. الاخر لما تنجح هم هيقولوا لها احنا كنا بنقول لك كده بس عشان نشجعك، احنا كنا بنقول لك كده بس عشان نخليكي تعلي لفوق، احنا كنا بنقول، وهيرجعوا لها في الاخر لما مظبوط. يشوفوها ناجحه.
بصي يا ندى، انا معاكي جدا وكلامك صح جدا. اي حاجه بتحصل للانسان بتبقى عباره عن فكره، فكره في دماغه. لو الانسان بالظبط. عاوز يحصن نفسه وينجح ويشتغل، هينعكس عليه على نفسه وعلى نجاحاته، وهتنعكس على المجتمع. المجتمع نفسه لو كلنا غيرنا افكارنا، مش لازم كلنا نركز 100% في ان ده حسد، لا بلاش اقول، لا بلاش انزل كده، محدش هيتحرك، محدش هيدي للمجتمع، محدش هيشتغل بجد. لا يا جماعه، احنا كلنا نتحصن بربنا، نصلي، نقرا قران، نجتهد، ندي بالظبط. مجتمعنا، يبقى عندنا اراده وهدف لازم نحققه في برنامجكم نحو الهدف. هو فعلا السحر ده حقيقي، هو صحيح، العين فلقت الحجر. تعالوا بينا نشوف تقرير ونرجع لكم تاني. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فكيف نفرق بين الحاسد والمعجب؟ تعالوا نشوف رأي الناس. هو في فرق كبير طبعا بين الحاسد والمعجب. الحاسد ده، المعجب ده بيبقى شخص صالح، مش بيتمنى زوال النعمة بس بيتمنى مثلها، بيبارك، بيبارك لما بيشوف حاجة كويسة، بيبارك بيقول ما شاء الله تبارك الله. على عكس الحاسد، الحاسد ده شخص بيتمنى زوال النعمة، مش بيبارك، بيوصف الحاجة يعني بدقة، مش بيشكر الحاجة، اللي مش بيشكر ربنا على الحاجة اللي معاه. هي بترجع لحسب نية الشخص، سواء بيحسد أو عاجب. لا والله، أنا بالنسبة لي العين أساسا بتفلق الحجر، يعني بتبوظ، بتخرب كل حاجة في حياتك. غير كده كمان الإعجاب، لما ببقى شايفة الحاجة بقول بسم الله ما شاء الله. هو أكيد طبعا في فرق، الحسد حاجة والإعجاب حاجة. الحسد اللي هو تمني زوال النعمة من الغير، وطبعا ده حاجة مش محمودة أبدا. لكن الإعجاب ده شيء كويس وشيء محمود، إنك أنت بقى عندك غبطة للي قدامك، بيبقى نفسك توصل للحاجة اللي معاه وأنت سعيد ومرتاح نفسيا داخليا. طبعا في فرق كبير جدا، الإعجاب إن أنا أعجب بالحاجة بس ما أتمناش إن النعمة من عند الشخص دي إن هي تزول من عنده. انما الحسد ان انا ببقى عايزاه تزول من عنده، وان انا ببقى قصدي ان انا احسده. يعني ان الحسد بيبقى شخص مثلا كاره لك الخير وبيبقى مش عايزك تبقي احسن منه، انما الاعجاب بيبقى بيتمنى ان هو يبقى زيك ويبقى في نفس المكانه بتاعتك، بس ما بيتمنلكيش الشر. بالنسبه لنظره الحسد، الحسد هو بيتمنى ان هو يزول النعمه من قدامك، او بيتمنى ان هو عايز يبص لك في كل حاجه بيحسدك عليها ان هي ما تكملش. انما الاعجاب بيتمنى لك كل خير وبيتمنى لك السعاده. اصبر على الحاسد فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. كانت معكم تقى السيد من برنامج نحو الهدف. دلوقتي في التقرير رأي الناس عن الحسد وقد ايه هو مضر، بس برضو نقدر نطمنكم ونقول لكم ان هو يعني ما فيش حاجة بتحصل على وجه الارض الا بإذن ملك الارض والسماوات اللي هو ربنا عز وجل. نحصن نفسنا، نحمي نفسنا، نعمل بروتكشن حوالينا، ومش كل حاجة يا جماعة نقول لا هنتحسد، لا بلاش ننزل، لا بلاش نذاكر. لا، انجح، ذاكر، اشتغل، اتجوزي، اعملي احلى بيت في الدنيا، خلي أولادك أحسن ولاد في الدنيا ويجيبوا أعلى الدرجات، والحافظ ربنا. لازم يا جماعة بجد نشتغل، لازم ندي، لازم نزرع عشان نعرف نحصد النجاحات والتوفيق. يعني في سؤال برضو ندى، في سؤال معانا دلوقتي كنا بنتكلم أنا وندى، جاي لنا على البيج برضو، الحسد والعين ممكن يفرق بين الزوجين؟ اكيد، بس بنسبه، يعني مش 100% يا ندى، مش 100%. يعني اكيد بيحصل، في علماء للطاقه كتير جدا وخبراء في الطاقه الغير مرئيه قالوا ان كل انسان او حتى الكائنات الحيه زي القطط والحيوانات، مثلا الزوجين كل ما يخرجوا مكان مثلا يتصوروا وينزلوا صورهم على السوشيال ميديا، يخرجوا خروجات، كل ده الصور بتاعتهم، ايه ده انتوا رحتوا فين النهارده، ايه ده انتوا بتعملوا ايه، ايه ده، فبتحصل بقى بيجوا في الاخر يروحوا، يحصل مشاكل ويقعدوا يقولوا ده احنا اتخانقنا، وفي الاخر بتقول انا وجوزي ليل ونهار بنتخانق. ما هو ده، انت مش عايزة تتخانقوا بعد كل ده؟ تمام، نفس النقطة يا ندى، ان علماء الطاقات الغير مرئية اكدوا ان كل انسان بيحمل طاقة غير مرئية ممكن في عينه او في جسمه، ممكن تؤذي الانسان التاني، ممكن يحسده. الفرق بين الحسد والغبطة، الغبطة طبعا كلنا عارفين انها حلال، لان هي تمني بقاء النعمة عند الانسان، سواء زواج، سواء نجاح في شغلك، سواء نجاح في دراستك، اي نوع من انواع النجاحات. الغبطه حلال، اللي هو ايه، يعني فور اكزامبل ان انا بتمنى بقاء النعمه عندك بس اتمنى تبقى عندي. بالزبط. لكن الحسد هو تمني زوال النعمه من الغير، لو سواء هتملكها او لا، فده حاجه سيئه جدا وحاجه بشعه.
الزوجين لو عايزين يحافظوا على نفسهم يا ندى، اكيد انا معاكي في ان المفروض ان هم هنرجع تاني للاذكار والصلاه، وان هو تعمل الاول تقدم له كل انواع السعاده في البيت، وما ترجعش تقول لا انا محسوده، لا انت مش محسوده، انت مقصره، انت لا بتهتمي بشكلك ولا بتهتمي بيه ولا بفطاره ولا بغداه ولا بعشاه ولا بتتناقشي معاه ولا بتتحاوري معاه ولا محافظه على نظافه البيت ونظافتك الشخصيه، وترجعي تقولي لا انا محسوده، لا انت مش محسوده، انت مقصره. بالظبط نفس الموضوع الزوج يا ندى. جاي لنا بيقولوا هل الخرز الزرقاء وخمسه وخميسه والكلام ده كله، ولما مثلا المباني الجديده لما بيكتبوا عليها كل اعوذ برب الفلك، دي عادات وتقاليد فعلا ولا دي لما بيحطوها كده هتروح من الحسد؟ لا كده انتوا مش هتتحسدوا. لا هي نقطه مهمه كل جدا، ده قضاء وقدر. الخمسه وخميسه والحبه والحاجات دي الرسول عليه الصلاه والسلام قال من علق تميمه فلن يتمها الله له، فيما معناها ده فيما معنى الحديث لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن كل اعوذ برب الفلك دي طبعا حمايه جميله جدا، دي من ربنا اللي هو اوريدي خالقنا وعارف يعني ازاي ان احنا نقدر نحمي نفسنا. بالظبط ده الدستور بتاع ربنا والمنهج بتاعه. معانا دلوقتي مداخله تليفونيه. الو 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 الشبكه. يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اسعدك والله وحفظك. ربنا يخليك. كان معانا كذا سؤال كده من على البيج من على الفيسبوك، عاوزين نسأل حضرتك فيهم. عموري كان في سؤال جاي لنا، هل فعلا الحسد بيؤدي الى الموت والفقر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بالنسبة للحسد هو كل الناس لديها معلومات كثيرة ومعلن عنه، ومن شر الأعمال التي بالإنسان في حياته. نعم. وفعلا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تدخل الرجل القاص وتدخل الجمل أو البعير القدر، تؤدي به إلى الهلاك والمهلكة والممات. فالحسد شر مذموم، لكن نبهنا منه رب العالمين حتى نحذر الحاسد ونستعيذ بالله رب العالمين حينما نرى الحاسد أو نعلم أن له أثر، لأن الحسد عن طريق العين أو المشاهدة قليل، لكن هو عن طريق القلب. طب يا حضرة الشيخ، كان في برضو سؤال جاي دلوقتي بيقول واحد متجوز من 3 سنين وما كانش بيخلف، ما خلفش غير لما خرج بره البيت، بره البيت نفسه، خرج بره سافر خلف ما شاء الله 1 و2، رجع تاني البيت بتاعهم، هو كان شغال، فدلوقتي لما رجع البيت خلاص ما عادش بيشتغل، وقف من الشغل، فهل ده حسد؟ وابنه برضو، ابنه كان يعني سويد، بقى شغال سويد تقريبا، سويد بالليل والصبح وبالليل وكده، فهل ده ايه؟ ده حسد ولا ده حد عمل لهم عمل ولا ده ايه؟ هو اولا ما يصيب الانسان من توقف عن العمل او قله المال او البلاء او السقم او يعني مصائب تحل به، هو بلاء واختبار من رب العالمين، وهو ده ثابت في القران الكريم يعني. اي مصيبه يصاب بها الانسان في كتاب الله مقدره ومحدده، ولها ايام معدوده، ولها يعني اوقات معلومه عند الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. لكن ناخذ بالاسباب، حينما يتعثر الانسان يبحث عن طرق العلاج ويبحث عن طرق اخرى للعمل، ولا يتوقف ولا ييأس. تمام يا شيخ. طب في سؤال مهم جدا جالنا برضو على صفحتنا على الفيسبوك، بيقولوا يعني ان الناس تضررت جدا جدا بسبب الاعمال او السحر، فعايزين نعرف من حضرتك ايه الحل للسحر لو معمول بالتفريق او تعطيل الحال. اولا بعد الدراسه الكثيره من منذ 20 عاما كان في كتاب قمنا بدراسته، دراسه موثقه وعلميه وثابته بعيد عن المشعوذين والذين يقومون بالتحايل والكذب على الناس، اسمه الحصن المبين يعني من السحره والحسده والشياطين. انا عاوز اعرف
في اسرتي ابني او الزوجه او قريب لي او شخصيا ازاي مسحور او محسود او ممسوس، يعني عندهم مس شيطاني. اولا المسحور دايما يشتكي بالم في الظهر او الفص ولا يستطيع ان يتحمل رائحه طيبه مثل يعني البذور والرياحين والياسمين. وتسير الجلوس في مكان الاستحمام او مكان قضاء الحاجه والخدين فيهم حمرة شديدة ولسان يجف من الحل يا شيخ لو كل دي توفرت، هل بقراءة سورة البقرة؟ لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة ولن يستطيعها البطلة السحرة اللي هم اللي بيعملوا أعمال في معناه. هل العلاج سورة البقرة ولا الناس كتيرة جدا جدا بينخدعوا من الدجالين؟ بصي، هو كل اللي نقدر نقوله برضو ان مش كل حاجة في حياتنا بتكون سحر وحسد. مش كل حاجة لازم نفكر ايه الاخطاء اللي احنا عملناها في حياتنا ممكن تكون وصلتنا لمشاكل كتير برضو. يعني مش كل تقريبا حاجة تقريبا الخط قطع مع شيخنا الجليل. بنشكر حضرتك جدا شيخنا الجليل. بنشكر حضرتك جدا. لو حسينا وتأكدنا ان حقيقي احنا محصورين او محسودين، مسحورين او محسودين، يا ريت نتوجه لحد يكون فعلا يقدر يعالجنا ويحللنا المشكله دي بالشكل الصح. ما هو دي مشكله ان ممكن حد يكون دجال فيستغل الانسان ماديا، فبرضه لازم كلنا بالظبط كلنا معانا حلقه يكون معانا حلقه كبيره نتكلم فيها براحتنا عن الموضوع ده. بنتمنى كل الخير لكل الناس يا رب، ويبعد عننا اي حسد. لكن قبل ما نختم حلقتنا النهارده، بتتقدم اسره برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير استاذ تامر خطاب تهنئه خاصه للاستاذ اشرف الحداد رئيس مجلس اداره مؤسسه العالم العربي الدوليه بمناسبه ترشيح المهندس حسام اشرف الحداد لكليه الهندسه بشبين الكوم، وتتمنى له أسرة البرنامج التوفيق والنجاح الدائم، وألف ألف مليون مبروك. كمان تهنئة من أسرة برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير أستاذ تامر خطاب للأستاذ رضا سليمان بمناسبة الزفاف السعيد للدكتور محمد عبد الستار دهمان والأستاذة منى، ربنا يتمم على خير يا رب. شكرا جدا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، وبكده هننهي حلقتنا النهاردة. استنونا إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الاثنين على قناة الصحة والجمال.